احنا يعني اولا نقول لكم صحة عيدكم الامه الاسلاميه جميعا الجزائر عامه وتيرك خاصه. هذه المناسبه نقدم التهاني لكل العائلات، ونتمنى ان شاء الله المره شفاء العاجل. وكذلك لا ننسى بهذه المناسبه كذلك ان نشيد بمجهود الدوله في رمضان للعائلات المعوزه، اعانه العائلات، وكذلك تحيه للتجار على مستوى الاتيات اللي ساهموا في نوعا ما لمكنتنا اننا نصوم رمضان في شهر امن. الامن هو كل شيء. اذا من هذا الباب تحيه تقدير واجلال لافراد الجيش الوطني الشعبي وسلاك الامن بكل اسرافها. لا ننسى مرانا، نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل. لا ننسى موتانا، نرحموا عليهم جميعا. ولا ننسى شهدائنا الابرار، لان بفضلهم رانا الان نتنعم في البر والامان. سوف نزور اليوم عمال النظافه باش ندير لهم واجب التحيه، وكذلك باش يقوموا بواجبهم في هذا اليوم. ومن هذا الباب كذلك نقدم تهانينا كذلك لعمال المناوبه في المستشفيات، في المؤسسات العموميه، صنغات الجزائريه للمياه، وكل المؤسسات التي تسهر على تقديم الخدمات العموميه في هذا العيد السعيد. اذا الحمد لله مره اخرى لاننا نتنعم بهذا الامن والامان. وفقنا الله لما في خير البلاد. السلام عليكم.